معكم فاطمة توم العيون، بغيت نصور لكم تجربتي مع ماي واي. انا هاد الشامبوان هذا خديته لبنت اختي، كانت فيها القشره غليظه وما خلينا ما درنا ليها لا من الفرماسيانات لا من الاعشاب لا من اي حاجه درنا ليها، ما قضات فيها القشره نهائيا. تاخذت لي هاد الشامبوان هذا ممتاز، ومعاه السبراي ديالو والكريم، درتهم ما شاء الله القشره تحيدت ليها بمره، ما بقاتش فيها بمره، والشعر ديالها ما بقاش ناشف، هي عندها شعر ناشف ما بقاش ليها ناشف. وكنصح به كل لاي حد فيه القشره هاد الشامبوان ياخذ هاد الشامبوان هذا، راه ممتاز.